هل تحبون تناول الطعام الحار أحيانا؟ إنه خطير جدا فاحذروا. هذه دراسة علمية حديثة جدا في عام 2016 تؤكد أن من يتناول الطعام والشراب الحار فوق 65 درجة مئوية فإن احتمال إصابته بسرطان المري تكون كبيرة جدا. وهناك دراسات كثيرة تؤكد أنه من الأفضل لك إذا أردت أن تحافظ على صحتك وحيوية جسدك أن تبرد الطعام والشراب قبل أن تأكله. هذه قاعدة طبية حديثة جدا أثبتت عام 2016، ولكن هناك من سبق هؤلاء العلماء 14 قرنا ليؤكد لنا على ضرورة تبريد هذا الطعام قبل تناوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالطعام فإن الحار لا بركة فيه، رواه الحاكم في المستدرك. وهنا يعجب الإنسان كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام بأهمية ألا نتناول الطعام الحار في ذلك الزمن. إن هذا الحديث يشهد على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم.